فحص ايه وكلام كبير، يعني لازم؟ ما اظن اني معرض لشي زي كده. طب معقولة في رجال بيفحصوا؟ يا شباب مرة ما ينفع، مو كأنه عيب؟ اقول لكم افحص السنة الجاية، بس انا والله مهتم بصحتي، ليش افحص؟ انت شنب، بادر بالفحص المبكر لسرطان البروستاتا. ليش مكبر الموضوع؟ الموضوع بسيط. ايش فايدة الشنب اذا صحتك تعبانة؟ افحص يا صديقي، الاحتياط واجب. افحص اليوم عشان بكرة ترتاح. يا عمي صحتك اهم، هي كلها دقيقتين وتخلص. خلي صحتك هي همك. الرجولة انك تكشف وتطمن على نفسك.